FM. الكلمة ليك. نحكيه على الكتاب ومعرض تونس الدولي للكتاب 2018، وبين الكتب المشاركين رواية كاليتيم على آخر بيت مضاء للصحفي والكاتب كمال الشيرني. معنا باش نحكيه في الكتاب هذايا سيد كمال الشيرني، مرحبا، صباح الخير. مرحبا، صباح الخير ليك ولسادة مستمعي إذاعة كفر خير. سيدي مرحبا بيك. الرواية مشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب، وانت كتبت قلت انه الرواية هذه مظلومة، علاش؟ لا والله كان ثم خلاف بيني مع الناشر في المعرض السنة الفارتة، لأنه الناشرين في تونس يطبعوا كتبهم في آخر وقت، وبالتالي كما ترى هذا الموسم أنا الآن حتى لليوم ثم كتب مازال تحت الطباعة تو باش تخلصوا على المعرض منه هكا. هو المعرض شنو هو؟ معرض هما 10 أيام يجوا فيها من الناس يشوفوا شنو ثم جديد في تونس، يحبوا يقروا الكتب الجديدة، يحبوا يكتشفوا، يحبوا يشوفوا ماذا يكتب التونسي، وبالتالي اللي ضيع الفرصة هذيك هو تقريبا ضيع كما الموفي ديكولاج الطيارة يعني. كان هذا هو سبب نتاع الخلاف، ثم أنه الناشر في تونس مع احترامي لهم كلهم لا يبذلوا شيئا لتقديم الكتاب للناس. أغلب نأكد لك حاجة، أنه أغلب الكتاب في تونس يشتغلوا مع الناشرين بصيغة مذلة، يعطيك 150 نسخة ويقول لك بربيع من أصحابك، ماذا ما تلقاش حتى مكان في العالم. يعني يفترض دور الناشر مهوش أنه يطبع على كتاب فقط، أنه يسوق الكتاب زي كيف كيف، يقدموا للناس، يدخل في شراكة مع المؤسسة التربوية، مع المؤسسة الثقافية، يبحث على منتجين ربما لتحويل العمل إلى عمل سينمائي أو توثيقي أو غيره، لأنه الكاتب ينتهي دوره عند حد الكتابة. هذاك هو دوره الجميل، دور الكاتب أن يكتب كتبا جيدة، مش أنه يبيعها أو يلحقها عند الناس مش يقنع بها الناس أو تبيع في الحانات كما قلت أنت. هاي وهذه الظاهرة يوميا نلقى أصدقاء كتاب جيدين أو شعراء أو قلت بلا يخذ ما عندي رزق. هذا ما يجيش دور الناشر أيضا أنه يهز الكتاب إلى النقاد هم اللي قادرين بشي أثروا على الجمهور واللي عندهم مرجعية نقدية، والإعلام زاد كيف أي والإعلام وغيره وكل شيء. هذا نادر في تونس. شوف اللبنانيين كيفاش نجحوا في الكتاب. اللبنانيين فيها 4 ملايين ساكن، لكنها تنتج تقريبا ثلث الادب العربي تتباع في لبنان. اليوم ريفيرونس لبنان، اي صحيح. لانه اللبنانيين اذكياء في خصوص تسويق الكتاب، وترجموه ويقدموه للناشرين اجانب، وترجموه علاء الافياني مصري، لكنه لم ينجح الا مع ناشرين لبنانيين قاموا بتقديم روايته الى الادب الانجليزي وترجموا من هناك، عرف في العالم كله واصبح كاتبا مترجما الى اكثر من 7 أو 8 لغات. أنا شخصيا مشيت للمعرض لتونس الدولي للكتاب، وحبيت نلوج على هشام جعيت نلقاه في دار نشر لبنانية. هذا مثير للضحك، أنا لبناني ما كنتوش في دار نشر التونسية. أغلب الجامعيين التوانسة والكتب الجامعية الممتازة هذيك تطبع يا أما في لبنان أو في المغرب. المغرب أيضا زاد التحول إلى نقطة نشر، رغم الأزمة الكبيرة نتاع الورق ونتاع النشر الورقي، واتجاه الكثير من المؤسسات إلى النشر الإلكتروني توالت متوفرة عن PDF عند الكبار الناشرين يبيع الورق صحيح، لكنه الورق بسبب التراجع أو على الأقل ناس قاعدين يفكروا في مخرج للأزمة نتاع الورق، وظهور هذا الظهور والتنامي السريع للمحامل الإلكترونية. تو اليوم واحد يقرأ على التليفون متاعه وحتى على PDF متاعه مع التابلت ولا التليفون ولا وطبعا أكيد تلاحظ أنت سادة المستمعين أنه ينجم واحد يقرأ بالتليفون متاعه حتى في الكار، حتى هو واقف في المحطة ينجم يقرأ كتاب، يقرأ 10-20 صفحة كمان. فرغم ذلك المغرب الآن تحول إلى مركز آخر عربي آخر للنشر. لما نشوفوا بلاد كما نيجيريا اللي هي بلاد فقيرة وبلاد حال التخلف ونسبة الأمية فيها فاحشة، لأنه أهاليها يقروا باللغة الإنجليزية، يقروا بطريقة مذهلة، وثم كتب وروايات تباع حتى إلى 150 ألف نسخة. نحن في تونس وهو تقريبا نفس المشهد بين تونس والجزائر وليبيا، يعني مازال الكاتب يكتب كتاب وبعدين باش يحاوزوا عند الناس باش يبيعوا باش يعرف به الناس لا ويحاول ينشروا في دور نشر أجنبية مش وطنية. هذا المخجل عندنا في وقت الأوقات عندنا في تونس أكثر من 750 ناشر، الكثرة وقلت البركة، يعني احنا نحتاج 750 ناشر، وانما لان وزاره الثقافه للاسف الشديد حلت باب تاع 12 من الثقافه. الوزاره تشري لاسباب اخلاقيه، تشري ما عندنا ناشرين مش ما تكلفش عليهم الكتب. فاليوم الناشر تونسي ايش يعمل؟ يعمل كتاب ب 20 دينار كتاب.
وين ينجم يعمل طبعة شعبية بسبعة آلاف راهو تربح الناس الكل ويشروها الناس وقت الناس يلقوا كتاب سبعة دنانير يشروه لأنه رخيص لأنه في المتناول. بينما وقت يلقاها بعشرين دينار أخي وقالك التونسي أنا نحب الكتاب فاخر أنا عشت في مصر في وقت الأوقات وقت نهبت من النزل نلقى بطحة بتاع كتب المعدل بتاع الكتاب بخمسة جنيهات يعني تقريبا دينار ومئتين والله نتعدى على دباغين سي كمال معناتها وندخل في الكزناقي نتاع دباغين وتلقى الكتب مرصفه هكا على القاع والفوق وكذا وناس تفرز في الكتب معناتها فما قراء موجودين معناتها ما فيهوش انه ما فماش قراء لكن هاو المشكله طلعت من نشر والتسويق نتاع الكتاب زاد كيف وتكلفه الكتاب هذا مشكل كبير كبيره. احنا مش مجتمع عقيم احنا بالعكس مجتمع مبدع. شفت الصفوف انت في المعرض كيفاش تستنى في دورها باش تدخل المعرض؟ احنا رانا شعب يمكن اقرب الى الثقافه، احنا شعب منفتح في منطقه حضارات، احنا شعب منفتح جدا على الشعر، نحفظ الشعر من العربي. وقت اللي جيت في معرض نتاع اوائل التسعينات نتذكر الناس يتضاربوا بالصف على الكتب نتاع جابرييل غارسيا ماركيز وقتها. اي التونسي يتبع يعرف شكون يكتب ويقرا ادب مترجم وادب عربي. لكن التونسي يحتاج ايضا الى كتاب بثمن معقول. التونسي ايضا يحتاج الى نقاد يقدموا له الكتاب بلغه مفهومه ويعرفوه شنو اللي يشري وشنو ما يشريش. وقت تمشي المعرض انت تلقى عندك 300 او 500 عنوان تاع كتب تونسيه، كيفاش تعرف الكتاب الحاجه يتم توجيه اهتماماتك؟ مو على طريقه تدخل المعرض تو من نقايص سي كمال، تدخل المعرض وتلقى كونتيتي كبيره نتاع كتب. اي انا نحب نعمل دوره قبل ما ندخل، دوره الكترونيه يا خويا اعمل لي انت معاش انا منصه الكترونيه، اعمل لي ابليكاسيون، قول لي شنو اهم الكتب الموجوده، شنو هي بوبهم لي يا خويا في محاور، بوبهم لي في مجالات باش نعرف انا وين نمشي معناتها. فوالا هذا ناقص، خليك في حاله ارتباك ومش تمشي وتشري ما تعرفش شنو تشري. لكن شيء يطلع على هو ولا لا، ومش لعبه نتاع 20 دينار الكتاب ماهيش لعبه. تشري كتاب من بعد تقرا منه 10 صفحات تقول يا خساره مش هذا. فوالا جوستو ما به نمشيو لموضوعنا اللي هو الروايه نتاعك كاليتيم على اخر بيت مضاء. روايه هي نجم نقولوا سيناريو لمشروع عمل استقصائي حول نشوء الارهاب في غرب ولايه الكيف. يعني هل كمال الشيرني انساق في موجة الكتب التي تتحدث عن الإرهاب؟ ما كانش أصلا يكون كتابه هو أصلا كانش يكون عمل صحفي يعني على نشوء الإرهاب في غرب الكيف، انطلاقا من كوني نعرف المنطقة، انطلاقا من أنه بعض من أهلي انضموا للإرهاب والبعض الآخر يقاتل فيهم باسم الدولة. يعني أنا عندي في المخيمين من الأهل وكنت شاهد على مشاهد عنيفة جدا وبعض من الأهل تعرضوا للعنف ووقعت منها مشاكل حتى بين العائلات. فهذا حدث تاريخي مهم جدا، تغير لم نكن نتوقعه في أسوأ الحالات. فقلت من دور الصحفي كما يقول ألبير كامي، الصحفي هو مؤرخ اللحظة. اخترت باش نعمل عمل استقصائي، كان ثم نوع من التواصل بين مع مؤسسة أجنبية باش تمول العمل وباش تشريه. من بعد عمل صحفي استقصائي في 52 دقيقة، وعلى أساس أنهم بعدهم مش يقسموه إلى حلقتين من 25 دقيقة. وبديت أشتغل عليه، لكن واجهتني مشكلة حقيقية، لأنه أغلبية الناس اللي حكيت معهم سواء كان بالأمن أو من أقاربي ما يحبوش يظهروا في الصورة. يقول لك في نهاية الأمر ذاك ولد أختي، وفي نهاية الأمر أنا نخدم في الحاكم، والناس اللي كانوا مش يعرفوا الشيء هذا باش ياخذوا مني موقف إلى آخره. وتعذر إلى حد كبير التقدم في العمل. ايضا الجزء الاكبر من العمل كان عند المؤسسه العسكريه، والمؤسسه العسكريه ما تعطيش معلومات. ما تعطيش لا اسماء ولا تصريحات ولا تتعامل مع الادب. كل صعوبات معناتها في الاستقصاء نتاعك. هاي. صعوبات في تحويل العمل، لانه نكتب لك نعمل لك عمل تلفزي صحفي تلفزي، اذا شخص ما يظهرلكش قدامك ما تصدقش، اذا شخص ما يكلمكش قدامك ما تسمعش نبره صوته ويرافقك في المكان اللي وقعت فيه وحط فيه لغم او حط فيه او عملوا فيه كمين للحرس ما تصدقش. فقلت انه الروايه تتمثل كما منفذ النجده، مش ما تضيعش الحكايه، الروايه تعطيك فرصه انك تكتبها، لكن في أسوأ الحالات تحسبها على الخيال. لكن هي جوستومون هي معناتها الانتقال من الاستقصاء الى الروايه، معناتها لازم اضافه حبكه او خيال من عندك انت مش هكا؟ برشا خيال. وفما واحد سادة قراء من مدينة الكيف قال لي اي نعرف عائلتكم ما عندها حتى علاقة بالشيء هذا. قلت له انا قلت لك هي عائلتنا، مش نحكي على عائلتنا. اي جوستومون فيكسيون. راهي عائلة قصصية، عائلة روائية. المهم يتعدى المعنى.
الصحافة هو عمل خطاب مباشراتي واضح، الخطاب الصحفي مباشر. الخطاب الروائي هو خطاب مراول، هو خطاب يخليك تبحث عن ماذا يقصد الكاتب. لك علاش منها كانت عندي متعة أن نحولها إلى رواية تكون أبلغ، مع أنه التأثير متاعها هو نفسه المطلوب، هو أن نفك هذه الظاهرة. السؤال الكبير اللي واجهناه نحن في الكيف مثلا العائلة متاعنا هو كيف يتحول ولد أختك أو ولد أخوك أو قريبك اللي لعبت بها الكرة مع بعضكم في حومة وقيتوا مع بعضكم، كيف يتحول إلى قاتل يستحل الدم متاعك؟ كيفاش ينتقل الإنسان من وضع أنت الإنسان العادي إلى قاتل فجأة عنده مبررات؟ سؤال مهم. أن ربي أمره بأن يقتل أمه أو وقت أخاه. يعني تفكيك هذه العملية، نحن التوانسة كلنا مظلومين بها، والذين قاموا بهذه العمل الإرهابية رغم ما همش إسرائيليين أو يهود أو جو من كوكب المريخ، التوانسة نشأوا بيننا، كنا مع بعضنا، لعبنا مع بعضنا، سرقنا بستير متاع جارنا مع بعضنا، ثم واحد منا اختار باش يمشي للأمن والآخر فجأة تحول إلى قاتل. هذه معادلة مخيفة، احنا نحبوا نفهم نحبوا نفكوها على الأقل مش واحد يساهم وضع هذه الظاهرة على طاولة الحوار. هو أكيد أن الحقبة التاريخية هذه ستسيل برشا حبر من طوال المستقبل، معناتها وستطرح برشا أسئلة، معناتها كيفاش يتم استقطابهم وكيفاش يتم. أنت لو كنت تلقى اليوم كتب تونسية كتبت على 9 أبريل 1938، كتبت كتب بتتحدد بشكل روائي أو بشكل استقصائي أو بشكل تاريخي، شفت شح الموارد اللي عندنا اليوم على فكرة حاد احنا اليوم ما نحبوش نكونوا لانه صلنا نتعاركوا معتا شكون صحيح شكون غلط، عركة تاريخية. اليوم الأجيال القادمة إذا ما تلقى أيضا أثر أدبي أثر روائي أثر صحفي على ما حدث في 2016 و2014 بعد الثورة، لأننا تحولنا إلى أشخاص يقتلوا بعضهم. تبارك الله، برشا كتب تحكي على الظاهرة هذه. أنت قلت سردية حزينة عميقة ودرامية، فيها برشا حزن. أنا أعتقد أنه الأدب ليس لم يخلق لكي يكون سعيدا، الأدب هو خلق لكي يكون حزينا دائما. نحن نسمع ونتأثر بالحزن بالفرح نقول أعطيه الصحة والحمد لله تنتهي المسألة، أما الحزن دائما هو الدافع لكي نشترك في معالجة الحزن. قصة حزينة لأنه في نهاية الأمر الإنسان راه ما يخصوش يكون إرهابي، يلقى روح إرهابي بالصدفة، يلقى روح إرهابي بظروف معينة بمعادلات اجتماعية غريبة ما كانش توقعها أصلا. أيضا حزينة لأنها تتحدث على كثير من الأهل، الكثير من الشخصيات الموجودة في الرواية هما شب أو مستوحات من أشخاص حقيقيين كانوا ضحايا لهذا الإرهاب. كمال الشبيه، ممكن نوع ذي يتطور إلى معناتها كور ميتراج ولا لون ميتراج ولا إلى عمل درامي تلفزيوني ممكن؟ أي هي بالفعل، هو أنا كتبت وأنا كتبت على أساس الكتابة للصورة، الكتابة للصورة يعني جاهز اليوم العمل هذاك هو جاهز. وفكرت حتى في الديكور بتاعه أنه ما يزومش يكون مكلف، ديكور طبيعي. ديكور في الجبل موجود، ديكور ديجا موجود معناتها موجود. ثم شكون تحدث معايا في هذا المجال لكن مازال هما فكرته ماهيش ناضجه، كما تعرف الاغلبيه المنطقه من المنتجين السينمائيين في تونس هما ناس يستنوا في الدعم عند وزاره الثقافه، يقول لك حتى نقدم ملف حتى نشوف حتى نشوف شنو نجم نعمل، اما ثم شكون اهتم بها لانها عمليا في الواقع هي مكتوبه بلغه السينما، وتحويلها الى السينما سهل جدا، ما يتطلبش منها ديكورات خاصه او انشاء مدينه او انشاء قريه او حتى شيء أو سيارات قديمة، ماهيش قصة تاريخية باش تتطلب أنك تجيب ديكور قديم، هي قصة حديثة تقع في الجبل، تقع في مدينة الكيف بأسماء لأماكن، جامع الرحمة، جوامع الأخرى سيد أحمد الغريب وغيره، معناها معروفين الأماكن، الساحات، حي حشاش في الكيف، هذه كلها أماكن معروفة، الطريق بتاع شقيق سيديوس معروفة كذلك، واد ملاك، يعني هذه كلها أماكن موجودة ما تحركتش من أماكنها وما تغيرتش، أنا أرجو أنه يتحول إلى عمل سينمائي أو حتى عمل توثيقي. لأنه هي مساهمة بسيطة في تفكيك هذه الظاهرة هي وقعتنا من داخلنا من أولادنا. هل أسأنا تربية أبنائنا؟ من جبت الثغرة دي؟ من دخلوا وين الثغرة دي اللي دخلوا منها الناس اللي هزين السلاح واللي قتلوا في احنا بصراحة في حاجة انه فما أعمال فنية أو قراءة فنية معناتها سينمائية للظاهرة هذه، وفي حاجه انه التوانسه معناتها يتعرفوا ويفكوا الظاهره هذه معناتها ويعرفوا علاش ويسالوا الاسئله ويجاوبوا عليها. انت كمال الشاني في الاخر بكل نحب نسالك على المافيا نتاع منظمه المنظمه للكتابه والميليشيا اللي تحب تكونها من الكتاب الفلاقه. والله
كما قلت لك انا هاي المشكله في تونس، راهي وزاره الثقافه تشري الكتب. اي وزاره الثقافه انت وعلاقاتك معاهم، اذا كان علاقاتك معاهم باهي يشروا عندك الوزاره والمندوبيات والمناسبات الدينيه والوطنيه ويشروا عندك الكتب وتسلكها. الكثير من الناشرين ادمنوا على هذه العمليه، شكله مافيا معناتها، يتبع فقط الحد الضروري باش يبيعوا وزارة الثقافة. وتقول والمواطن، يقول لك شنو فيه مواطن، خلينا نخدم المواطن، لأنه يعني المشتري الأول هي وزارة الثقافة، يتبع فقط بالحد اللي باش يبيعوا وزارة الثقافة، ثم يعملوا كتب فاخرة لأنه في نهاية الأمر مش عنده وزارة الثقافة، فيبيعوا لوزارة الثقافة ب 20 دينار أو ب 25 دينار، خليه يبيعوا لها ب 10,000، 10,000 هذه ما تخلفوش على وزارة الثقافة. والوزارة بهذه الطريقة اللي في الأصل ماهيش سيئة، فكرة أن الوزارة تدعم الكتاب، فبهذه الطريقه الوزاره افسدت الادب. ليش؟ لانه ما عادش مثلا انت ابديع وتكتب خير وتكتب احسن، والناس كل مش تبيع وزاره الثقافه. ما هي مقاييس البيع؟ ما تولي ارتزاق، ما عادش ابداع. ما فماش مقاييس نتاع شراء وزاره الثقافه، يشروا كتب نتاع الناس احيانا ما عندهم حتى علاقه بالكتب، يشروها ومن بعد تتلوح وبعد اربع خمس سنوات تلقاهم يغلفوا فيها في الجروب. فهذا العبث نتاع وزاره الثقافه هو الشراء نتاع اي شيء. خلي الناس ما عندهم حتى علاقه بالادب يعمل ديوان صغير نتاع شعر فيه 20 قصيده، كل قصيده في صفحه، في اربع صفحات وكلها بياض وفضاء، يبيعها لوزاره الثقافه. باش ما عندوش وزاره الثقافه 200 نسخه، انتهت مشكلته خلاص. واضح، معناتها موضوع النقاش هذا فريمون يطول النقاش فيه. نقطه واحده فقط، راهو ايضا وزاره الثقافه تعطي دعم على الورق. شكون يمشي الدعم على الورق؟ يمشي الناشر. راهو فما ناشرين في تونس هنا ياخذوا الدعم على الورق قبل ما يتبعوا اصلا. الدعم على الورق، بين الدعم على الورق وشراءات الوزاره ربح، ماذا بقي للكتاب؟ حتى شيء. وماذا بقي للقارئ زاد اون بلوس؟ القارئ ما عادش فكروا فيه، فهم فكروا باش يبيعوا الوزاره وكا هو. يعرفوا مواسم الشراءات ومواسم مسؤوله على الشراءات، ثم نوع نتاع مافيا وسياحه نتاع ادب، نفس الاسماء تسافر باسم وزاره الثقافه لكل مهرجانات، نفس الاسماء تاخذ الجوائز في تونس، تلقاه جامعي وعنده ديوان تاع شعر وعنده مجموعه قصصيه وعنده روايه وعنده دراسه قاعد يدور بهم. هاو مهرجان هنا، هاو مهرجان غادي، ونفس الاشخاص متقاسمين العمليه الثقافيه، يعني اكل اعشاب الطفيليه اللي حرمت على الادب الصحيح الباهي انه يطلع وانه ينمو ويخرج حقه من الهواء. وقتاش التوقيع نتاع الكتاب نتاعك كمال شيخ؟ وقع التوقيع نهار الاحد في المعرض، اما يمكن نرجع نهار الخميس لانه عندي ندوه باش نحضر فيها نهار الخميس. ايوه ان شاء الله جدد العهد، اذا كان شخص فما توقيع اخر موجودين نهار الخميس، انا موجود على ذمتهم. شكرا لك كمال الشرني. الصحفي والكاتب وصاحب روايه اليتيم على اخر بيت مضاء، حكينا في الروايه هذيا المشاركه في معرض تونس الدولي للكتاب. كاب اف ام الكلمه ليك.